بابا مين انت هتصيعي؟ ده مسجل وكان عليه 600 قضية اغتصاب جمال. بابا؟ ايوه بابا. واسألي بقى ماما مين بابا وكان بتروح فين ومع مين في الكهف اللي في اول الصحراوي. اصحي اختي لبتخوني ولا تشوفوه ولا نيلة. انا هرش الفيلم من اول وبعون الله هنعمل معاكم الصح. هاتي ده سكر حلوة الدنيا سكر شرارة سكر حلوة الدنيا سكر لا 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 ميلة خلي الدنيا جميلة جميلة الله 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 والله الدنيا تبقى جميلة إن شاء الله. خلصت الزفت اللي بقالك ساعة بتلف فيها دي؟ مش عارف معقرة معايا ليه رسلة حلواني. إيه شكلك بتحب يا حلواني؟ شكلي بحب؟ يا لهوي ده أنا غرقان في الحب يا أشرف غرقان. طب ممكن سؤال؟ اسأل حبيبي. لو القردة بتاعتي مغلباني أعمل معاها إيه؟ الإيه؟ القردة مغلباني أعمل معاها إيه؟ قردة ومياد من هنا وما تكلمش معانا في الرومانسيات. قردة إيه ونيجي إيه؟ والله أنا مش مصدق نفسي. حلواني حلواني هيتجوز. أيوة وتبقى زوج بقى وبكرش وتهمل بقى في شياكتك وفي تسريحة شعرك. نيت شاهم ده يا ابني ليه؟ ما أنا أشوفكوا برضو مرة في الشهر بتاع. أنتوا صحابي وإخواتي وبعدين الاستقرار يا جماعة. ولا هعمل في شكلي ولا حاجه. شكلي وميله ايه؟ وانا لينا شكل؟ ما احنا مبرطعين في الصحراء والرمل والناس حبانا وخلاص. انت طول عمرك شيك يا حلواني. الله يخليك الله يخليك يا اشرف. بس هيبقى في التزامات هتعمل فيها ايه؟ التزامات في ايه يا ابني؟ الاكل اي صيده بتيجي كلنا بناكل مع بعض. احنا كلنا 45 واحد. اللبس مراتي هتضرب الجلده وتمشي. يعني مفيش تكاليف. انا مبسوط. شجعوني. صح فرحك عندي حبيبي حبيبي. عقبالكم عقبالكم. بس هتسكنوا فين يا حلواني؟ يا عم هنترمي ورا اي جبل. انت شاغل نفسك ليه؟ انا سمعت ان في كهوف في حدائق الادغال حلوه قوي. لا غالي يا موتو ثلاث ارباعها نصابين. خليك في حالك انا هتصرف. وهتخلي بقى مراتك تشتغل يا حلواني؟ طبعا تشتغل. انا راجل متفتح. تنزل تصطاد معايا وانا طول النهار اجري لوحدي في الحر. هي تنزل تجيب ارنب خروف اي حاجه للبيت. ولما تشتغل يعني هتبقى راجل انت ازاي في بيتك يعني؟ لا دي حاجه ودي حاجه. راجل في بيتي دي قصه ثانيه. وانت عارف ان انا راجل. انا متفق على كل حاجه. هتمشي على اللي هقوله بالملي. مفيش هزار. مش تضرب لي جلده وتمشي بقى بكتف عريان في الصحراء وفي وسط الجمال والكلام الفاضي ده. هتمشي هي واهلها بالجزمه يعني. سوري يعني. لا 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 مفيش. الان قال ما يا ابوها يا حلواني. يا جدع ابوها مين؟ انت شايف الفيلم ده بيتدرب على قفاه وتافه. ما تقلقش. ايه ده ايه ده؟ ايوه هي دي حلواني. لا حلواني مش هي. لا مش هي. لا هي في غيرها في القبيله. مش هي. اسمع كلامي. هي بنت خالتها افتكرتها. هم اصل العيله كلها شبه بعض. امشي يا بت امشي. روح قولي لها انا جاي بعد شويه. يلا امشي امشي. قوم فين؟ شكلها هي شكلها هي. طب ممكن اقعد مع اصحابي شويه؟ يلا قوم فين. انا مش قلت لك بطل القرف ده؟ حاضر حاضر. انت قاعد معاهم تاني؟ حاضر حاضر. ما هم اللي بيجوا يندعوا عليا وانا باجي من نفسي. وسع. حاضر يلا. حاضر عادي يا جماعه مفيش حاجه. هي بتنشف فجاه بس هي اما تعشروها هتحبوها والله. حاضر حاضر حاضر. اتفضل. ليه الزعيق قدام اصحابي؟ ليه؟ انت مزود معايا في الكلام. مش مزود ولا حاجه. بس انا قاعد مع اصحابي شويه ما فيهاش حاجه يعني.
ممكن اقعد 5 دقايق؟ انت ازاي تطلع من غير ما تستاذن؟ كل ده هزار، كل ده هزار، خلي بالكم كل اللي بتقوله ده هتلاقوه في الاخر هزار. تعرف بس البنات يعني بيبقى دمهم تقيل في الخطوبه شويه، فاكره ان دم اخر. حلواني اتلم. هتلمي في ايه؟ طب ممكن اسبقيني وانا هحصلك. انا هحصلك. بتقعد لي مع المناظر الزباله دول. لا دول مش زباله، دول اصحابي لو سمحتي كده كتير او اتفضلي. بص على اشكالهم والزفت اللي بتشربوه جاتكم القرف. احنا ما بنشربش حاجه واشكالهم ما هي نفس اشكالنا. طب بتهزر يا حلواني؟ دول صحابي. بس بقى كده كتير قوي. ايوه اصحابي ولازم تحترميهم. اتفضلي اتفضلي، شوفي شكل ابوك احسن. قشطه يا شباب، يلا قدامي. اوكي اتفضل. عادي كل ده. اتحرك. حد شاف حاجه؟ جات كل قرف. مش قلت لك يلا غمي لي عليا الحاله دي؟ وعرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الاعياد، عرفنا سيدي. ولا ايه ده؟ ولا هم روحوني. ايه حوالي؟ هم روحوني البنت دي، انا مش مطمن لها. وبعدين ابوها، ابوها شكله شام خبر، انا شايفه جاي هو ناس من بعيد. قوموا تعالوا معايا. ابوها هايف عمل كل ده؟ ايوه الهايف. مش حذرتك من ابوها يا سيدي؟ حذرتني. طب اعمل ايه؟ قوموا امشوا معايا كده عزوه وارجعوا تاني. وحياه ابوك، ادي الجواز اللي بناخده منه. هتقوموا معايا ولا مش هتقوموا؟ مع نفسك يا حلواني. حاضر حاضر. ماشي ماشي، على الله اشوفكم في الفرح. ماشي جاي. وعرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الاعياد، عرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الاعياد. عيني عليك يا حلواني. يا حال حب طحالب دي حلوه قوي. يا ناس يا هو، يا نهار اسود ومنيل، حد يغتني؟ مين هيغتني؟ مين هيغتني اصلا اذا كانت الدنيا فيها 24 واحد وكلهم قرايبك؟ عاجبك؟ عاجبك اللي بيحصل ده من ابوك وامك؟ اسكو سا في سي مي بارون. بارون؟ وي. ماشي خليك انت دايما في صف اهلك، خليك هينفع. ايه ده؟ بيشمني ليه؟ انا عايز بكلب ولا ايه؟ حبيبي دول بيحيوك. دمك كمان بتشمني؟ دي التحيه عندكم في الاسره؟ تحييهم. لازم ارد التحيه صح؟ لازم. طبعا ده حمايه، حبيبي حمايه. استغفر الله العظيم يا تعالي. ريحة أهلك وحشة قوي. سوري أنا آسف، بس فعلاً فعلاً قذارة. إيه ده؟ جاري طول النهار بشوفهم أنا رمح في الصحراء والتراب، ولا دوتش ولا زب. خلصني بقى عشان هرجع في الجوازة دي. فكني فكني. أنا عملت إيه؟ عملت حاجة غلط؟ أنا عملت حاجة غلط في بنتك؟ أنا جيت دقيت بكوخ ودخلت وقلت عايز الحلال، جوزاني. إيه يا حيواني؟ أنت عايز تقعد مع بنتي في الدارة وأسيبك؟ تقعد مع بنتك في الدارة؟ انا بقعد مع بنتك في الدار. بس دي بني ادمه زي زيها، في ناس تانية بتقعد مع جمال. ها مش عايز انا سياح لك. ها الولية دي خيلاني وقلقان، هي بتيجي كده كتير ماما مالها؟ سما ماما ايه ليكم سا ليكم سا؟ طب ماشي انا بفهم. بس يا وليه اثبتي بقى، الله يخرب بيتك، ابوس ايدك انا يعني. بص اقر يا حماية طلباتك. وانت هتقدر على مهرها بدايه ابن البدايه؟ بدايه ابن البدايه يعني انت فضائي ابن فضائي من انت بدائي. بقى انا عايز اقول لك على حاجه، المارينا الابلكاش دي ما تحطهاش على كتفي ابدا لو تكرمت. انت ده بالنسبه لك دراع، ده موضوعك انت. كلمني ببقك ده، حتى بق كلمني كده ما تلمسنيش. بس اصف المكسر، وريني بقى شخل جيبك هتعمل ايه. ايوه ادفع واشخلل، وعندي مهر 100 100. الوليه دي خيلاني قوي. ما كلمي امك، ما كلمي امك. مامي بس. مامي بس ده اللي قدرت عليه؟ يا عم خلص، ما تقعدي بقى، اقعدي بقى، دوختيني بقى. ده ايه ده؟ انت عايز ايه؟ مهر ايه ونيله ايه؟ بقول لك عندي جمال، عندي جمال وانا هرشك. ها ايوه تحب انت تركب جمال. انا عارف انا عارف. عايز ايه؟ عايز ايه اكتر من المفاجاه اللي انا هقولها لك يا عمي؟ انا ان شاء الله هبني لها بوابه بشتغل فيها من اول ما اتولدت، يعني مش كتير يعني. ما كانش في حد على الارض، جمعت كل جنوز الارض من جواهر وعملتها في البوابه دي. هقدمها لها يا وليه. اقعدي بقى اقعدي بقى. هقدمها لها هديه، ايه رايك؟ بوابة يا حلواني. ليه يا عم؟ في ايه ده؟ انا ودني اهي وانا واقف جنبك. في ايه؟ احنا جنب نجري ورا بعض. ما تتكلم عادي يا عم، عايز مني ايه؟ ايه اللي في الكلام؟ ايه اللي في الكلام؟ لما تقدم لها عريس وكان بني لها كمباوت، هتبني لها انت ايه يا حلواني؟ هيبني لها كمباوت ولا كمباوت ولا نيله؟ بقول لك ايه؟ بص هبني لها كمباوت ورحمة أمي. أنت لو ما ثبتتي لا أدفنك في هنا، هدفنك قدام الحيوان اللي أنت متجوزاه ده، مش هيهمني حد. قول لها هتثبت يا حاج بقى لو تكرمت، ده كده كتير.
هنبني لها زفت كومباوند. في اي طلبات تانية؟ الموقع. موقع بتاع ايه؟ بتاع كومباوند. موقع ايه ولسه في دنيا؟ ما كل اللي قدامك ده موقع، هتفرق ايه الارض دي من الارض؟ انت هبل. بص في الصحراء ونقي وانا هبني لك. تأمر بحاجه تاني؟ ايش يا عسل، ظبط نفسك وكلمني يا حلواني. ابوك عسل، ابوك شربات على فكره، ويبان ضخم ومرعب بس هو تافه جدا جدا جدا. ايش يا حماد؟ انا ماشي طبعا صحراوي. يلا غوري في داهيه، غوري في داهيه. ميرسي بابا. امسك الكليه دي ولا ارميها في اي وادي. بص صاحب امك ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. خلصيني بقى، خلصيني اخيرا اخيرا. هنتلم في كهف واحد اخيرا. اوعدك اوعدك مش هبني لك كومباوند. بصي طول ما انت ماشيه كل اللي انت شايفاه ده هيتبني وهيبقى بتاعك. يعني هقول ايه؟ انا ماشي بس مش وداع، مش وداع. واحييك بتحيه ابوك وامك. انا عرفت ان انت بنتهم. انا عرفت. طب هما ناس كبار وكبروا في الصحراء وتهطلوا، عادي ينسوا يستحموا، لكن انت لسه صغيره وعروسه، يعني المفروض ده ما ينفعش، ما ينفعش. استحمي في ورا الجبل دوت، في وادي روحي ترمي فيه، روحي. واضح لازم افكر في الجوازه دي. سوري، باي باي وهتصرف بعدين. باي باي، ده انا هرجع في العيله دي. ايه القرف ده؟ النهارده يا حبيبتي هيكتمل حبنا وتكتمل فرحتنا بافتتاح البوابه العظيمه اللي انا عملتها لك. هتنبسطي وابوك هينبسط ان شاء الله. اهو شرف اهو. نقول ايه؟ امك جت معاه برضه. اهلا وسهلا. ابوك ماشي ورا جنازه ولا ايه؟ اهلا يا حماية. اهلا. مين الجماعه؟ اهلي واهل العروس. دول اهلك؟ اه حبيبي اهلي. مالك متنيك قوي كده؟ ايه المستوى ده؟ اهلا وسهلا، شرفتونا، تشرفنا، فرصه سعيده. اهلا وسهلا. حييهم. ما انا حييتهم. اهلا وسهلا. لا شمه. شم مين؟ استنى يا اخ، استنى يا اخ، لو تكره شم مين؟ دخيلي. لا لا لا، موضوع الشم ده كفايه ابوك وامك. بص يا عم، طول ما انا متجوز بنتك الطقس ده انا مش هعمله، مش هشم حد عشان خاطر. تعالى تخرب بيت ريحه خالك على عم. ايه التقليد النيل ده؟ ومين العبيط ده كمان؟ عمي. اهلا وسهلا، مش هشم الراجل ده. هو هيشم. خلاص 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 يا عم. ايه ده ايه ده؟ لا في حاجه غريبه في العيله دي، يعني الشم بالنسبه لهم حاجه مهمه. ايه التحيه الغريبه دي؟ تراديشن عندنا. تراديشن عندنا. اهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا. خير؟ جايين الفرادي وعلى الكمباوند. على ايه؟ على الكمباوند. ابوك لسه مركز في الكمباوند. كمباوند. اه اوعى تفتكر ان انا نسيكي. ايوه اهمدي عشان هدكك في الارض هنا. انا صحيلك، انت مقصره فيا جدا. بقول لك ايه، تعالى قول لي كومباوند دي، انت قبل ما بتدخل كومباوند بتدخل منين؟ بوابه. خلاص انا ابتديت بالبوابه، والكومباوند ده بعد كده بقى ابني انا وخطيبتي طوبه طوبه وزلطه زلطه الموضوع ده، لكن مش بسرعه كده. ولا ايه راي حضرتك؟ سيل تبلي بابا، سيل تبلي دي وي. مبروك. الله يخليك. بس انا عايز اقول لك حاجه كمان، نصيحه، ان انا بقيت زي ابنك دلوقتي. انسى موضوع الفرح ده خالص، اسمع كلامي. تكلفه على شايفك شايفك شايفك. ارجعي، انت بتستنيني اندمج وبتستعربي زي السحليه كده. اقف في مكانك، امسك الولية دي. مصاريف بالاونطه، مش هنقعد احنا نكلف يجوا الصيع الحراميه دول ياكلوا، دول عايزين 40 بقره. اسمع كلامي، انا ما بحبش الفصال، بلاها الجوازه دي. لا يا بنت، استنى استنى بس، استنى يا عم. بلا ايه ده؟ ابوك بيقفش ليه كده يا عم؟ اهدى، خلاص هنعمل زفت فرح. مبروك. هو ابوك بيعمل كده ليه؟ ايه الحركه دي؟ احنا اتجوزنا. تتكلم بجد؟ هو كده يعني اتجوزنا؟ انت عندكم كده اتجوزنا؟ كده اتجوزنا. تتكلم بجد؟ مع اني عايش معاكم في نفس الجبل واول مره اعرف الموضوع ده. طرقعه واحده جواز؟ ولو حبيت اطلقها ثلاث طرقعات صح؟ ايوه صح كده. حلو ده، خلي بالك اي حاجه هتخنقيني هطرقع لك على طول. ايوه. مبروك يا اهلي، مبروك يا حماية، الف الف مبروك حبيبي. مبروك يا حلوان. شايفك شايفك شايفك، ارجعي مكانك. بقول لك ايه؟ بالمناسبة الحلوة دي بقى، تعالى نفتتح الشريط بتاع البوابة. ها؟ نفتتح الشريط. هات السكينة وانت واقفة مكانك، عارفة لو خطيتي خطوة ارطم لك رجليك. هاتي ده، انت روش. سيبي اولية. الولية دي انا خايف منها. والله العظيم امك شكلها في الاخر هتطلع مش حقيقية وهتفاجئنا وهتطير. اسمعي كلامي. لا مش مننا. بص الناس كلها حاجة، بص هي غريبة، ربنا يستر، دي ما تدخلش البيت على جثتي. ممكن نفتح البوابة؟ نفتح البوابة. مبروك يا مدام، مبروك 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 يا جماعة. مبروك مبروك مبروك. ادخلي. اتفضل اتفضل. يلا مبروك. ألف مبروك. أهلك يا عرو يا عرو، مش بهزر، سوري يعني. ما إيه ده؟ لا they are very nice. نايس إيه؟ مليت إيه؟ كله رفيع مش لاقي ياكل وهدوم مقطعة. بقول لك يا حماية،
تعال عاوزك، تعال عاوزك. ايوه حلواني. تعال ثانيه بس، الناس دي رايحه فين؟ رايحين يخشوا جوه البوابه يهببوا. ايه اتفرجوا على ايه جوه؟ مفيش حاجه. اتفرجوا على ايه؟ فانت بعتهم كده اي هبل في الصحراء وخلاص. في جوه تعابين، خلي بالك. ما احنا بناخدها. طب الف هنا. بقول لك ايه، انت عشان طلعت وجدع معايا ووافقت على كل طلباتي، انا هعمل لبنتك احلى فرح. ايه رايك؟ مبروك يا حلواني، مبروك. ما تحطيش ايدك عليا، مش ايد دي. الف مبروك، الف مبروك، مبروك. مع السلامه. مع الف سلامه. روح شمهم، شمهم بعض لحد ما اجيلك. انا هاخد بنطه كده في الصحراء انا وعروستي. معاك الله.